ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أفادت السلطات المحلية بولاية مراكش أنه تم توقيف عنصرين من القوات المساعدة عن العمل وعرضهما على المجلس التأديبي بعد أن ظهرا في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يعنفان شخصا أثناء تطبيق حالة الطوارئ الصحية. وأوضحت السلطات المحلية أن الأمر يتعلق بعملية اعتقال المعني بالأمر بسبب خرقه لحالة الطوارئ الصحية والهروب من دورية مشتركة تتكون من 3 عناصر من الدرك الملكي و3 عناصر من القوات المساعدة أول أمس الأربعاء بدوار بلعقيد بجماعة واحد سيدي إبراهيم التابعة لجهة مراكش آسفي. وأضاف المصدر ذاته أنه تم تقديم القاصر الذي تبين أنه كان موضوع مذكرة بحث أمام السلطات المختصة التي قررت متابعته في حالة صراحة بتهم السرقة وخرق حالة الطوارئ الصحية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.